السلام عليكم اخواني اخواتي متابعينا الاعزاء، مرحبا بكم في كل مكان مع منصة جديدة للتعدين، تعدين العملات الرقمية هابي ماينرز بطبيعة الحال التي تتوفر على العديد من الامتيازات، من بينها انك لن تدفع كهرباء الكتريسيتي بطبيعة الحال، كذلك الدفع يعني يومي وبشكل فوري من خلال المنصة، والمنصة كذلك تدعم طريقة شحن وسحب الأموال بطرق متعددة وب يعني نيتوركس يعني متنوعة كما نقول إن صح التعبير. خدمة العملاء مميزة، يعني المنصة محمية من الدوس أتاك بطبيعة الحال، والعديد من الخصائص التي تميز هابي ماينرز عن باقي المنصات. ودائما مبدأ الاستثمار يقول لا تصدم مبلغا أنت غير مستعد لخسرانه، فطريقة التسجيل وطريقة الإيداع وطريقة يعني الانضمام إلى أي باكج تريده سوف نتعرف عليه من خلال الحاسوب. ما عليك سوى بمتابعة الشرح ومتابعة يعني كل التفاصيل الخاصة به، والرابط سوف تجده في الديسكريبشن الفيديو. كذلك لديك يمكنك الربح كسب أرباح أخرى إضافية وإضافة إلى أرباحك، من بينها أرباح الريفيرال بروجرام التي تصل إلى 4.5%. نعم كما تسمع 4.5% أرباح الريفيرال كوميشن بطبيعة الحال. تحياتي لكم إخواني أخواتي، نلتقي بعد التفاصيل القصيرة إن شاء الله، ابقوا معنا. بريزما للمعلومات. السلام عليكم إخواني أخواتي متابعينا الأعزاء في كل مكان، ومرحبا بكم في منصة happyminer.us بطبيعة الحال كما تشاهدون إخواني أخواتي، التي تعتمد على الماينين في الداش كوين وكذلك البريماري والبيتكوين والعديد من الأشياء مثل اللايت كوين وما إلى ذلك. وكما تشاهدون التوب ديبوزيت وكذلك التوب ويدراو يظهر لكم هنا في المنصة، وهنا جديد المنصة كل ما يخص اليوزر الخاص بالمنصة وأخبار أخرى حول كل ما يخص مجال الكريبتو كورنسي. هنا يعطيك الكريبتو برايس الحالي، ثم هنا يعني بطبيعة الحال الأشخاص الذين أو الشركات التي قامت بشراكة مع هابي ماينرز بطبيعة الحال. للتسجيل يمكنك الدخول إلى الرابط المدوج في الديسكريبشن فيديو، تقوم بوضع الإيميل الخاص بك، الباسورد، تعيد كتابة الباسورد، ثم الكود فيريفيكيشن الخاص بك هكذا بهذا الشكل، ثم أجري، وبعد ذلك سبميت للتسجيل. يمكنك بعد التسجيل مباشرة بتفعيل حسابك الدخول بهذا الشكل. إذن هنا كيف نقوم باختيار الباكيج، يعني هنا نضغط على باكيج هنا، ثم لديك داش كوين ماينين البريماري ماينين، يعني هنا يعطيك البرايس ويعطيك الكونتراكت تيرم يعني المدة، ثم يعني الفيكسد ريتورن يعني كما تشاهدون $10 تعود عليك ب $8 إضافية، يعني 3% ديلي ريت بطبيعة الحال. هنا بريماري بيتكوين ماينين كما تشاهدون الخاص ب $100، لديك كذلك الخاص ب $300، ثم كما تشاهدون يعني يظهر لك هنا 5 مايو بطبيعة الحال بيتكوين ماينين، يعني يعطيك العديد من الأشياء اللي يمكنك اختيارها هنا كما تحب بطبيعة الحال. فمثلا يعني يمكنك اختيار يعني الهوت هذا مثلا سولد اوت، يقول انتهى يعني انتهت عملية السولد. اذا هنا يقول لك يعني يمكنك شراء هذا، يعني نقوم بالنقر على ستار كما تشاهدون، يعطيك الكونتراكت بروفيت 4.5 كما تشاهدون اخواني اخواتي، كونتراكت تيرم هو 3 ايام كما تشاهدون. يمكنك شراء العديد من فيها يعني كونتيتي مرتفعة، مثلا اذا اشتريت 4 قطع ب $400 سيعطيك كونتراكت بروفيت من $18، فهي فيكسد ريتورن يعني كما تشاهدون اخواني اخواتي ديلي 1.5 بطبيعة الحال كما تشاهدون اخواني اخواتي. يمكنك العودة كما تشاهدون هنا 8%، لاحظوا معي 8% اخواني اخواتي، يعني الربح منطقي، ودائما لا تستثمر مبلغا انت غير مستعد لخسرانه، هذه النصيحه اخواني اخواتي، لا تستثمر مبلغا انت غير مستعد لخسرانه. اذا هنا نختار مثلا هذا، نختار في مثلا يعني $22 تعود عليك في 3 ايام مثلا، ثم بعد ذلك يمكنك قراءة هذه التفاصيل الخاصة بالـ Purchase Instruction بطبيعة الحال، فهي مهمة جدا، 1 2 3 4 بطبيعة الحال الـ Terminal وكذلك الـ Additional والـ Output والـ Purchase Instruction بطبيعة الحال كما تشاهدون إخواني أخواتي. بعد اختيار والاقتناع به تقوم بالنقر على Start Now.
بعد ذلك يقول لك ستدفع البرايس 100 دولار 5 كونتيتي، يعني 500 دولار في المجموع. يور افيليبل بالانس بعد التسجيل مباشره تحصل على 10 دولار في البالانس الخاص بك. نقوم بالنقل على ديبوزيت كما تشاهدون. يقول لك البالانس الخاص بك هو هذا. تختار طريقه الشحن، هل تريد يو اس دي تي ار سي 20 بي تي سي ايثيريوم لايتكوين يو اس دي سي يو اس دي تي ار سي 20 بي سي اتش بطبيعه الحال. مثلا نختار يو اس دي تي ار سي 20، نختار يعني المبلغ الذي سنشحنه كما تشاهدون 500 دولار مثلا بهذا الشكل. اذا نختار ديبوزيت، ثم يقول لك عليك ارسال 500 دولار الى هذه المحفظه، هذه المحفظه الخاصه بهم. تقوم بعمل كوبي وتوجه الى باينانس كوكوين جيت يو وتقوم بشحن حسابك عن طريق عمل سكالي الكيو ار كود، وتقوم بالدفع مباشره عبر النيتورك الخاص بالترون. تدفع المبلغ ويقول لك يعني ان المبلغ يصل في 30 دقيقه بعد يعني الابلودين للتيك تي اكس تي اكس اي دي الخاص بالترانزاكشن او الهاش بطبيعه الحال. فيمكنك التواصل مع خدمه العملاء في حاله وجدت اي مشكله، وسوف يتم شحن حسابك بطبيعه الحال هنا بالتواصل مع خدمه العملاء. يقول لك هنا قم بعمل ابلود يعني للتي اكس اي دي وعمل سبميت، بعد ذلك سيتم التاكد من انك دفعت فعلا ال 500 دولار وسيتم شحن حسابك بطبيعه الحال. يعني تاتي هنا الى الديبوزيت، يمكنك عمل ديبوزيت بالطريقه التي تريد. هنا يمكنك الدفع كذلك ب يعني اللايت كوين او البيتكوين مثلا كما تشاهدون 200 يعني مثلا يعطيك ديبوزيت هكذا. ثم يقول لك عليك شحن هذا المبلغ بالبيتكوين نتورك بيتكوين. بعد ذلك يعني بعد الشحن مباشره تاتي الى هنا، هذه مثلا 200 دولار بيتكوين ابلود تي اكس اي دي، ثم سبميت. بعد ذلك يتم شحن حسابك وتجده في اوردرز. عندما تاتي الى اوردرز فستجد الاوردرز الخاص بك بطبيعه الحال. هنا الـ 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 يعني الباكجز المتوفرين كما تشاهدون اخواني اخواتي، كما تشاهدون هنالك العديد من الباكجز المتوفره في المنصه التي تعطيك كونتراكت تيرم والفيكسد ريتورن بطبيعه الحال الديلي ريت ارباح اليوميه كما تشاهدون اخواني اخواتي. ثم هنا لديك الويدراول لسحب ارباحك، يعني لسحب ارباحك تقوم باضافه سبق لي وان اضفت محفظه يو اس دي تي ار سي 20، تقوم بعمل مانج وولت واضافه المحفظه الخاصه بك بالنقل على ويدراو بهذا الشكل. تختار الوسيله التي تريد ان تسحب بها اموالك، مثلا يو اس دي تي ار سي 20 او مثلا لايت بيتكوين ادريس او اي ادريس تريدها، ثم تقوم بعمل الكود الذي ياتيك عبر الايميل ثم سيف بطبيعه الحال. ويدراو سهل جدا، تختار المبلغ الذي تريد مثلا تضغط هكذا وتسحب يعني عادي. يقول لك المينيمو ويدرو هو 100 دولار لسحب الارباح. ثم هنا كما تشاهدون لديك نظام الافريت عبر المنصه الذي يمكنك على محال من ربح ارباح جيده، يعني 4% 4.5% ما يصل الى 4.5% من كل شخص يعني يتسجل ويشحن حسابه في الافريت بروجرام. هذا هو الرابط الخاص بك، تقوم بالتسويق له في فيسبوك انستغرام يوتيوب سناب شات بطبيعة الحال للحصول على ايرادات اضافية عبر المنصة كما تشاهدون اخواني اخواتي. يعني المنصة واضحة وضوح الشمس بطبيعة الحال كما تشاهدون في واضحة النظر. شكرا لكم اخواني اخواتي على طيب المتابعة، استودعكم الله على اللقاء بكم في فيديو لاحق. Peace and love، ولا شيء مستحيل امام الارض. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى النقر على زر لايك وترك تعليق محفز، وإذا كانت هذه أول مرة تتابع فيها قناة بريزما فلا تتردد بالنقر على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل بآخر مستجدات القناة.